ذي السائق المرضوض بحلق القيود والجنازة المنادى عليها. هذا سلام خاص لا نزور به أحدا من الأئمة إلا إمامنا موسى بن جعفر. السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، ذي السائق المرضوض بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. ألا ومن أراد أن يتفرج على إمام الرافضة لهفي وهل يجدي أسن لهفي على باب الحوائج علة إيجاد ما زال ينقل في السجون معانيا عض القدود ومثقل الأصفاد لمصاب موسى جد بدمعك باك قد جرعوا من الخطوب دواهي فغدا يقاسي محنتي ومآسي ما زال ينقل في السجون معاني عض القيود ومثقل الأصفاد. يا من أذاب القلب في عبرات حزنا على المسموم في غربات أعلمت كم قاسى قبيل وفاته قطع الرشيد عليه فرض صلاته قطع الرشيد عليه فرض صلاته قسرا وأبداك من الأحقاد ألقاه في ظلم السجون منكلا بابن الرسول وفي القيود مكبلا يبغي لهور رجس الرشيد غوائلا حتى إلي دس سمان قاتلا فأصاب أقصى منية ومراد
أشوفك لما تسمع هذا البيت شلون يصير خالك، شلون غيرتك على إمامك. وضعوا على جسر الرصافة نعشه، وضعوا على جسر الرصافة نعشه. صحيح الحسين رضى بخوافر الخيول، صحيح بقي ثلاثة أيام بلا غزل ولا كفال، ولكن ما وقف على منادي ينادي ألا ومن أراد أن يتفرى. المؤرخون يقولون وكان الناس يدنون من جنازة الإمام ويكشفون الكفن عين ويطالعون وجه الإمام. وإمام وإمام وضعوا على جسر الرصافة نعشوا، وعليه نادى بالهوان منادي أمر الضاغج لبن جعفر حمامي، شال الجنازة ولا مشد غلف رجاج. شو جنازة؟ أقل جنازة، الله عليك، احنا نحضر جنايز وانت تحضر جنايز. سأقل جنازة 20-50-100 شايلين الجنازة. هذا ابن رسول الله يحمل نعشه 4 حمالين، يا لله. بعد ومو شايلين على تابوت وفي نعش يا موالي، على لوح خشب، لوح خشب، باب، بقايا باب، شايف بقايا الباب، هذه باب باقي منها قطعة من الخشب، وضعوا جسد الإمام على قطعة الخشب وشالوا الإمام على أمر الطاغج شيل بن جعفر حمامي، شالوا الجنازة ولا مشت خلفه رجاجيل، فوق الجسر ذنبه وبرجله زناجيل، وقلوب شيعتهم عليه بنار تسعة، شيعة علي الكرار فجعتهم شديدة من عيناهم غللوا بالزاقدة، فوق الجسر مطروح ما فكوا حديدة، نادوا يا ابو ابراهيم يومك صاير قشة، ويلي فرسان هاشم وين عنك ما يحضرانا، منه حضر يمك ومنه غمض عيون، مرمي بجسر بغداد يا كعبة الو، ميت ولا فكاو يا ويلي عنه قيادة، حتى العدو الشامت دموع تشيل بخده، مرمي بجسر بغداد يا كعبة الو. إنما الأمر لله.
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. رحم الله من ذكر القائم فقام. إخواني إلى الأمام، تفضلوا إلى الأمام، تفضلوا. يا ابن الأولى بلغوا من كل مكرمة شأوا بعيد المراقي لم تنله يد ومن إذا اداه قد هبت زعازعه عليهم الناس بعد الله تعتمد. ولد إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام بمنطقة الأبواء بين مكة والمدينة، وكان ذلك منصرف إمامنا جعفر عليه السلام من حج بيت الله الحرام، حيث وصل إلى منطقة الأبواء فضرب الطلق أم إمامنا عليه السلام ووضعت ولدها هناك، وقد أنجبته حميدة المصفى وهي أم ولد بربرية أندلسية، جاء مدحها على لسان إمامين معصومين، فقال عنها مولاي الباقر عليه السلام: حميدة في الدنيا محمودة في الآخرة. وقال عنها إمامنا الصادق عليه السلام: حميدة المصفى من الأرجاس كسبيكة الذهب، لم تزل الأملاك تحفظها حتى أديت إلي كرامة من الله لي والحج من بعدي. وعاش إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام 20 سنة مع أبيه، ثم نهض بأعباء الإمامة وعمره 20 سنة، فعاش مع المنصور مدة، ثم عاش مع المهدي 10 سنين، ثم عاش مع الهادي، ثم مع هارون 14 عاماً، وهي التي اتسمت بأقسى ما مر على الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وكان مجموع سني إمامته 34 أو 35 سنة على اختلاف المؤرخين، وقتل وعمره 54 أو 55 على اختلاف المؤرخين. اتسمت حياته في الإمامة بطابع شديد جدا، وذاك يعود إلى قسوة المنصور الدوانيقي، حيث لما ورد عليه الكتاب بشهادة الإمام الصادق عليه السلام، الراوي يقول: أنا دخلت عليه وجدته يبكي ويسترجع، ثم قال: مات جعفر ومن مثل جعفر؟ ثم قال: اكتب، اكتب إلى والي المدينة، إن كان جعفر أوصى إلى رجل بعينه فاضربوا عنقه. فيا عجب الله، بينما هو يتظاهر بالبكاء على الإمام بينما هو يأمر بقتل خليفته. فجاءه الجواب: إن جعفر قد أوصى إلى عدد منهم أنت. فقال: ليس إلى قتل هؤلاء،
من سبيل، ثم أرسل جواسيسه وقال انظروا من اتفقت عليه الكلمة فاضربوا عنقه. فأرخى الإمام ستره عليه وظهرت دعوة لعبد الله أخيه عبد الله الأفطاح، فتشعبت الأنظار. بن شهر آشوب رحمة الله عليه يقول وخرج موسى بن جعفر من المدينة متخفيا، بحيث يقول بلغ إلى بعض نواحي الشام ابتعادا عن عيون المنصور الدوانيقي. الإمام الصادق عليه السلام أعطاه منهجا، وهو منهج في الفتن حكيم، ليست كل فتنة تواجه، هناك من الفتن ما يسكت عنها فتموت في مهدها. الإمام الصادق عليه السلام خاطب ولده قال له ولدي إذا مت غسلني فإن الحجة يغسل الحجة، أنا غسلت أبي وأبي غسل والده. ثم قال سينازعك الأمر أخوك ولكنه لن يمكث إلا قليلا فاسكت عن ضد الطرف عن. لما قبض الإمام، الإمام أرخى ستره يحكي ويا أصحابه قال هذا لا يعيش سنة، ما الدور السنة وهو موجود. فما أسرع دون أن مات عبد الله وانتهت قضيته وانتهت دعوته. بعدها هدأت الأوضاع، تصدى إمامنا عليه السلام للإمامة وشهر نفسه. إذن المرحلة الأولى 20 سنة في ظل أبيه، وبعدها فترة تاريخ ما يحكي عنها بالتحديد كم، ولكن كانت فترة صعبة في حياة المنصور، حيث كان يطلب قتل الخليفة من بعد جعفر الصادق عليه السلام، ومن بعده توالت سنين كلها أزمات. المهدي العباسي يسجنه، الهادي يسجنه، هارون يسجنه، فلهذا الإمام ابتلي بكل من عاصرهم. يعني خلال 34 سنة، 35 سنة، كانت كلها سنين شدة وسنين صعبة تمر على مولاي موسى بن جعفر عليه السلام. الملمح الثاني ألا وهو تكامل الصفات عند مولاي موسى بن جعفر لكل قارئ لسيرته، بحيث يعطينا كمنتمين إلى هذا المذهب قوة لا توجد عند غيرنا، ألا وهو أن هذا الإمام يعرض لنا المذهب الإمامي وهو مذهب مطبق في الحياة لا يتعارض مع شؤونها بكل عمقه الروحاني. أنا قد أقرأ إلى صوفية وأجد عندهم جانباً روحياً، لكن لا يمتلك لا جانباً علمياً ولا جانباً عملياً كما هو عندنا، ولهذا تجد عنده قوة في الروحانيات وضعف في الواقع وضعف في المجتمع وضعف في جوانب متعددة. قد أجد منهج أكو عنده تدبير إلى الحياة، ولكن عنده ضعف الجانب الروحي. الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عرض لنا النموذج الأكمل والذي ينعكس على عقيدتنا كشيعة بنوع من الجلاء والوضوح لا مراء فيه ولا جدل. أولاً الإمام موسى بن جعفر يشكل جانباً علمياً. شلون جانب علمي؟ أدار جامعة أبيه بعد رحيل والده وعمره 20 سنة، وأدار التشيع ولم يكن ذاك اليوم عدداً بسيطاً، بل كانت الشيعة وصلت إلى المغرب العربي.
وامتدت إلى نواحي إيران، بمعنى التشيع اتسعت رقعته، أن يدير حلقة علم فيها أساطين، فيها من يحفظ 45,000 حديث، فيها من بحره يتلاطم بالعلم، فيها جهابذة، وأن يدير حركة التشيع وهو ابن 20 سنة. تماماً الآن ارجع إلى واقعنا، لما يقال مرجع ابن 20 سنة، شلون ما يقدر يتحملها؟ شلون يقدر إدارة حوزة وإدارة علماء وهو أمر أقل من ذاك الشأن؟ الإمام ابن 20 سنة يدير حركة العلم وحركة التشيع، بحيث لما أقرأ في مصادر المسلمين كان الخلفاء إذا زحمتهم المسائل العلمية والمعضلات يلجؤون إليه، سواء معضلات فقهية، اقرأ قضية حيرة المهدي العباسي لما أراد أن يوسع مكة المكرمة، يريد يوسع الحرم، وعارض بعض أصحاب البيوت، قال له لمن بيع البيوت؟ تحير ماذا يصنع؟ أيحق له أن يهدم البيوت أم لا؟ أيجوز له ذلك أم لا يجوز؟ هنا تحير. ليش تحير؟ لأن الفقهاء الموجودين عنده ما عندهم شيء سابق بحيث يقيسون عليه، يضطر إلى أن يرفع الأمر إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ما المخلص من هذه المسألة؟ لما يحفرون في منطقة عبادي بئرا ويظلون يحفرون حتى وصلوا إلى روائح نتنة، عمقوا الحفر، وسعوا الفتحة، أنزلوا الرجال، نزلوا الرجال طلعوهم، قال لهم ماذا رأيتم؟ قالوا رأينا مدينة عامرة، وجدنا رجالا وجدنا نساء، ولكن مجرد نخلي إيدنا على الواحد يصير هباء. تحيروا، رفعوا الأمر إلى الإمام، قال هؤلاء أصحاب الأحقاف، هؤلاء بقايا قوم عاد، هؤلاء الذين خسف الله بهم سبحانه وتعالى، ذولا أنتم وصلتم إلى تلك المنطقة وذولا من بقاياها. هذه معضلات، ما بين معضلة تاريخية ما بين معضلة فقهية، يلجؤون فيها إلى مولاي موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. هنا في اعتقادنا لما أجي أسأل العلماء أقول له تقول لي موسى بن جعفر كان عالما، شنو سعة دائرة العلم عنده؟ يقول لي إذا تحكي لي عن العقل أحكي لك حكي يختلف عن النقل. أقول له شلون؟ قال الدليل العقلي يقول لابد أن يكون الإمام محيطا بكل مسائل الدين. أقول له ليش؟ قال العقل يقول بأن الإمام إذا ما يعرف مسألة تزعزعت مكانته في النفوس، انقلب الإمام إلى مأموما احتاج الناس ولم يجدوا مخلصا. تقول له هذا العقل؟ قال نعم. والنقل؟ قال وأما النقل فيقول لا بد أن يكون مستوعبا لكل المعارف، عالما بالتوراة، عالما بالإنجيل، عالما بالزبور والقرآن، عالما بعلوم الكون الموجود. وقف موسى بن جعفر عليه السلام أمام هارون، سأل سؤال لما أقرأها قراءة كلاسيكية، يقول ماذا يسأل موسى بن جعفر؟ إذا أحولها إلى الأبحاث العلمية الحديثة لا، لها بريق قوي جدا. الإمام يقول له أسألك سؤال الخنفساء تزق صغارها أم ترضعهم؟ قديما يقول يسأل عن خنفساء، حديثا يقول هذا يفتح باب علم الحيوان. يقول له أنا أسألك في تخصص من التخصصات، الآن علوم الحيوان ما يدرسون الحشرات،
تقول له هذا تخصص مستقل الآن، يقول لك كيف أترضع صغارها أم تزقهم كالطير يزق الطير الطير. هارون قال له شنو هالسؤال؟ قال له لأنني سمعت ممن سمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله إذا جعل شخصا إماما أعطاه عقولهم، ما أكو عقلية إلا وهي عنده فعقله فوق العقول. قال لازم تمتلك إجابة حتى تكون أنت إماما للناس. إذن هنا دائرة الروايات تقول لابد أن يكون محتويا على كل هذه العقول. قديما وربما إلى الآن أكو تساؤل عند بعضهم، قلت ليش هو لازم يعرف توراة وإنجيل وزبور؟ يظن أن الإمام مجرد فقيه مثل ما أحكي ويا عالم من علماء، تقول له لا، مو قضية فقيه، مو قضية العلم الذي عنده محصور بما هو متعارف، تقول له لا، يحمل علوم الأنبياء، يحمل العلوم والمعارف المتنوعة إضافة إلى علم الدين. طيب الإنسان يقول قرب المعنى، تقول له الآن إذا أكو خط ديني ما يمتلك برهانا يخاصم به النصارى واليهود ويخاصم به الملاحدة الذين يتكئون على بعض المعلومات الكونية، إذا خط ديني ما يمتلك هالأشياء يكون ضعيف لما يقف الآن، وهذه مو حكاية فرضية أجيبها لك، لما يقف واحد في كربلاء في مؤتمر قس فيخاطب المسلمين ويقول أنا أقدر على أن أحولكم إلى نصارى ولكنكم لا تستطيعون أن تحولوني إلى مسلم، هنا إذا ما أكو واحد يجاوبه يتعرض الخط إلى ماذا؟ إلى هزة. هذا يقول لك أنا قاري قرآنكم وتوراة وإنجيل، أنا ابن التوراة والإنجيل، أنا نصراني أؤمن بالتوراة والإنجيل. هنا لما يوقف واحد من علمائنا ويقول له التوراة اللي عندك اللي تؤمن بها، أنت كنصراني يؤمن بالتوراة، أنا عندي بالخط المسماري وفيها كلمة حيرت علمائك وهي من الكلمات المبشرة، لما يقول أتعرف معنى الكلمة الفلانية تتكلم عن ذبيح بشاطئ الفرات وهو الحسين، هنا الموقف بحد ذاته تقول هنا قوة للخط الديني لأنه يمتلك معرفة بالتوراة بالإنجيل، معرفة بكتب السماء. لما يوقف إنسان يقول لك الكون أوجد صدفة وأنا عالم فيزياء، ويوقف لعالم فيزياء مسلم ويقول له عندك غلط، عندك خطأ في التفكير، لابد أن يكون للكون من أطلق شرارة الوجود، لابد أن يرجع إلى صانع ويخرسه ويسكته بالدليل، تقول هذه قوة، تقول له هذا الموجود من القوة عندنا بمعرفة الأديان، أكو عندنا علماء يتخصصون بذلك من فيزيائيين وكيميائيين وغيرهم علوم الطبيعة ينتمون إلى الخط ويدافعون عنه ويثبتون أحقيته، لما أطالع هالمجموع هذا تقول له هذا كله كان موجودا عند فرد واحد وهو موسى بن جعفر عليه السلام. إذن تقول له لابد أن يكون الإمام هكذا، لابد أن يكون محيطا بكل هذه العلوم. إمام موسى بن جعفر عليه السلام قلبه كان أوسع دائرة مما يتصور بعضهم، تقول له خزانة العلوم، خزانة كتب السماء كانت في صدره صلوات الله وسلامه عليه، بحيث الوارد عليه والوافد ينضح عليه من علمه. الإمام موسى بن جعفر كان بالعريض وقاعد، وإذا برجل قد أقبل، قال له أنا 30 سنة أدور على طريق الله وعلى خير الأديان، قاري توراة وإنجيل وزبور وقرآن، النصراني
وأدور على خير الأديان. جيت إلى غوطة دمشق، أكو بيها نصراني، سألت قلت له وين أكو واحد عالم؟ قال له إن أردت أعلم النصارى فأنا، وإن أردت أعلم اليهود ذاك ابن شراحبيل، وإن أردت أعلم الناس بالقرآن بالإنجيل بالزبور بكل هذه الكتب السماوية فعليك برجل في يثرب. قال له شنو يثرب؟ قال له حيث بعث النبي الهاشمي الحجازي، ائته ولو حبوا ولو زحفا على وجهك أوصل إليه. قال له كيف أعرفه؟ قال له إذا ذهبت إلى أرض يثرب، ادخل أرض يثرب، اسأل عن مكان بني مالك بن النجار عند باب مسجدهم، اسأل عن بقيع الزبير، فإذا وصلت إلى هناك فاسأل عن رجل اسمه موسى بن جعفر، إن كان موجوداً فادخل عليه، وإن كان مسافراً فارحل إليه، فإن سفرك سيكون أقل من سفرك الآن، أنت جاي تطلبني من أقصى البلدان. يقول جئت إليه سألت عن دلوني عليه بالعري قريب المطار الآن. بها كان علي العريضي رضوان الله عليه. يقول جئت الآن إليه، وصلت إليه، زين تفضل إيش عندك من أسئلة؟ قال له أسألك، أكو في القرآن آيات عجيبة، حاميم والكتاب المبين. شنو حاميم؟ ما معناها؟ والكتاب المبين. احنا عندنا قاعدة طرحها إمامنا زين العابدين عليه السلام، وهالقاعدة ما نجدها عند غير أهل البيت عليهم السلام. كل فواتح السور التي بعدها قسم بالقرآن، فواتح السور قسم بالنبي صلى الله عليه وآله. صلوات ياسين والقرآن قسم بالقرآن. الإمام زين العابدين يقول إذا تشوف والقرآن الحكيم إذن ياسين هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. حاميم والكتاب، إذن طبق القاعدة، فحاميم من هو؟ قسم بالنبي صلى الله عليه وآله. قال له حاميم هذا هو بشارة هود عليه السلام. قال له النبي هود في كتابه بشارة بالنبي صلى الله عليه وآله، وكانت البشارة بحاميم. حاميم يعني اسم النبي الذي بشر به هود عليه السلام. قال له وما معنى الكتاب؟ إلى آخر ما شرح إليه. قال له زين، قال له أنا أسألك الآن، أتعرف اسم أم مريم وما ترجمته بالعربية؟ أتعرف متى حملت مريم؟ أتعرف متى وضعت؟ أتعرف أين ولدت؟ قال له أسئلة دقيقة هذه. قال له تدري حملت يوم الجمعة؟ تدري ولدت الساعة الرابعة والنصف؟ تدري؟ أتعلم أين وضعت؟ صار يتدرج. قال له زين، أتعرف من أنا؟ قال له اسمك عبد الصليم. وهذا ما يصح، شي يصير الآن؟ قال له اسمك عبد الله. طال الحديث معه، الرواية تقول فمد يده إلى الصليب قطعه، وإلى زناره فقطعه، وتشهد بالشهادتين، وظل مع مولاي موسى بن جعفر إلى أن أخذ إلى السجون، ما مكث إلا فترة ثم توفي رضوان الله عليه. هنا إمام موسى بن جعفر يحمل هذه الأبعاد، معرفة كتب السماء، معرفة شتى أنواع العلوم. مرة يحكي لي بعلم الحيوان، مرة يحكي بعلم السماء، مرة بالقرآن، مرة بكتب الأخرى النازلة على الأنبياء. إذن أول معلم ألا وهو العلم، ثاني ألا وهو العمل. صاحب هذه المكانة كان رجل عمل. أقرأ نتف من الروايات، يقف عليه 30 حبشياً فيستأجرهم لأعماله،
الرواية تعطيني مقدار الساعة اللي الإمام يتحرك فيها، يحتاج إلى 30 عامل يعملون تحت يده. الروايات تكشف لي كان جالس وعماله يصرمون النخل، يعني كانت عنده مزارع. الروايات تذكر بأنه كان يعمل بيده ويسأل أتعمل هكذا؟ وين العمال؟ قال عمل بيده من هو خير مني ومن أبي رسول الله صلى الله عليه وآله. الروايات تكشف على أنه كان يمتلك نشاطاً واضحاً، بحيث لما أقرأ كانت صرار موسى بن جعفر مضرب المثل، هذه مو صرار تعتمد على أموال تبرعية، وإنما كانت هي أمواله صلوات الله وسلامه عليه. صاحب القامة العلمية، صاحب برنامج العمل والكسب، بعد صاحب العبادة المتناهية. من تجمعها ما أكو مذهب عندها كذا، ما أكو. عندك أئمة المذاهب قلب على طول تاريخ الإسلام، أكو واحد يجمع عندك هكذا؟ أن يكون أفقه الناس، وأن يكون أعبد الناس، وأن يكون أعمل الناس. عجيبة هذه، هذه أطروحة واقعية للحياة، تشيع أطروحة واقعية، ليست أطروحة خيالية. صاحب هذه البرامج تعال إلى في ليله صلوات الله وسلامه عليه، ما بين صدقات، صدقة يحملها بنفسه وفيها الورق وفيها الدقيق وفيها التمور، ويطوف على بيوت الفقراء. ليش؟ مو عند عمال؟ أهل البيت يعلمون أكو رحمات لا تنال إلا بإيصال الصدقة إلى الفقير، أكو رحمة لا توجد إلا ساعة وضع الدرهم في يد الفقير، أكو رحمة هنا. إذا ما يصير عند الإنسان اللحظة لا ينال هذه النفحات وهذه الرحمات. لهذا الأئمة عليهم السلام يمارسون دور إيصال الصدقات بأنفسهم، يقول هذا واحد في الليل، بعد ويقرأ القرآن وكان ذا صوت حسن، فإذا قرأ أحزن السامعين، وإذا قرأ بكى حتى تخضل لحيته بالبكاء، وإذا قرأ بكى السامعون لتلاوته. ثالث وشطر لمناجات الله عز وجل. الرابع ألا وهو القيام والقعود والركوع والسجود، فيصل صلاة الليل بصلاة الصبح، ثم يعقم إلى أن تشرق الشمس، ثم يخر ساجدا إلى قريب الزوال. تقول له هكذا كان برنامجه العملي المتنوع والعبادي والعلمي الذي سطرته الكتب بنحو عجيب جدا. طالع البرنامج الإلهي الذي كان يربط فيه الخلق بالله، تأكيد مولاي موسى بن جعفر عليه السلام على التوحيد الأفعالي. شو التوحيد الأفعالي؟ أنا وأنت نمر بمآزق، بضيق في الحياة، إمام موسى بن جعفر يقول عندكم طريق الخلاص وهو الله عز وجل. قل لا تغفل الله، لا تتعلق بالأسباب أكثر مما هي، هذه أسباب، وإنما عينك على مسبب الأسباب. نصوص متعددة كثيرة تربط الخلق بالخالق، وكيف تتعلق الناس بربها. الراوي يقول كنا في سفينة، سفينة طالعة من البصرة إلى المدائن، يقول لما مشت السفينة اضطرب الماء، نسمع صوت من خلفنا. الإمام سأل الصاير، قالوا له هذول السفينة بها معاريس، ومرأة تزف إلى زوجها. بعدها سمعنا ضجة، الصاير قالوا العروس جاءت
عند طرف السفينة لتشرب ماء سقط سوارها والضج على هذا. قال: قولوا للملاح فليوقف سفينته، وقولوا لملاحهم فليوقف سفينته. أوقفوا السفينة، يقول تدلى الإمام إلى البحر ثم التفت إلى هو النهر، التفت محركا شفتيه، يقول طالعنا وإذا الذهب موجود. قال: قولوا للملاح فليتزر بفوطة ثم ينزل. نزل أخذ، قال: قولوا لها فلتحمد الله. إسحاق أخو الإمام، هذا إسحاق أخو من أمه وأبيه، هذا ابن حميد المصفى. الإمام عند إسحاق وعند فاطمة، ذولا أخوان من أم وأب. قال له: مولاي أنا رأيتك تحرك شفتيك تذكر الله. قال له: نعم، هذا دعاء لا تعطيه إلا أهله وإلا من هو من شيعتنا. وصار يذكر إلى الدعاء: يا سابق كل فوت، ويا سامعا لكل صوت قوي أو خفي، ويا محيي النفوس بعد الموت، إلى آخر الدعاء. قال: هذا الدعاء تقرأه ثم تطلب حاجتك فيقضي الله لك تلك الحاجة. هنا ربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى، هناك قادر على أن يغير في أمورك. ابن أبي عمير رضوان الله عليه يقول: مولاي أنا أعرف علم النجوم، وأحياناً يصير بخاطري إذا أطلع اليوم أصاب ببلاء. قال له: إذن أعلمك، إذا حصل في نفسك من هذا شيء فاخرج وتصدق على أول مسكين يكفك الله سبحانه وتعالى ذاك البلاء. يعني يقول له: أكو مسبب الأسباب والله سبحانه وتعالى. يحدثنا يقول: جدي علي بن الحسين كانت له مع رجل أكو خلاف على أرض يبدو، قالوا خل نجري القرعة. ذاك الطرف الآخر عالم بالنجوم، شاف وقت اللي يطلع فيه هو جيد، شاف أكو وقت غير جيد للإمام. قال للإمام: أنت تطلع الساعة الفلانية ما يخالف، وأنا أطلع الساعة الفلانية ما يخالف. طلع، التقوا، أجريت القرعة، ظهر السهم للإمام الأفضل. هذا وقف متحير، قال له: إيش فيك متحير؟ قال له: أنا عالم في النجوم، ما طلعت إلا ضارب حسابي، أشوف شلون أنت غلبتني الآن. قال له: أعلمك شيء أريح لك من كل هالقضية، ما هي؟ قال له: تصدق صدقة في الليل وصدقة في النهار، كل هذه تدفع عنك كل شيء، تجلب لك كل خير. يربط الإنسان بالله عز وجل. يقول مولاي موسى بن جعفر: من قرأ بعد الصلاة العشاء الآخرة، يعني من خلص صلاة العشاء، علمنا أذكار سهلة، أن يقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر 7 مرات، كان في ضمان الله حتى يصبح. إلك ضمان من بعد الصلاة إلى وقت الصباح، هذا ضمان عند الله عز وجل. قال بعد: وإذا أويت إلى فراشك فاقرأ إنا أنزلناه 11 مرة. بعد قال: وعن جدي علي عليه السلام: من صلى صلاة الصبح ثم قرأ بعدها قل هو الله أحد 11 مرة لا يتبعه ذنب، وإن رغم أنف الشيطان، يعني يوفق إلى الطاعات يجنب المعاصي. هنا ربط بالله سبحانه وتعالى في كل شؤون الإنسان، في كل أحواله. إذن نموذج متكامل نقرأه في سيرة موسى بن جعفر عليه السلام، رجل عمل، رجل علم، ورجل عبادة أذهلت كل ناظر إليه. واقف هارون يطالع يطالع، يقول للربيع: شنو هذا؟ يقول: شنو هذا؟ طالع، شنو ثوب ملقى كل يوم مكانه ما يتغير، وين الثوب الملقى؟ قال له: هذا ثوب ملقى، شوفه مرمي على الأرض. قال له: ما هذا ثوب؟ قال له: أجر، شنو هذا؟ قال: هذا موسى بن جعفر له سجدة، لا إله إلا الله، له سجدة طويلة ما
من بعد صلاة الصبح، من بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال تشوفه ساجد بهذه الهيئة. قال: أما إن هذا من رهبان بني هاشم. قال له: إذا تعرفه من رهبان بني هاشم ليش تتعرض إليه؟ قال: لا بد من ذلك. الله الله، إيش سوى بالإمام؟ تعرف إيش سوى؟ جاء للإمام. الإمام كالجبل كالجبل. أكو رواية ربما قليل اللي يسمعها: هارون قدم عرض للإمام، قدم عرض، أرسل أحد رجاله قال له: ادخل على موسى بن جعفر وقول له، قل له أريد منه شيء فقط، فقط أن يقر وأن يعتذر، خلي يعتذر إلي، وإذا يعتذر ماكو عليه ضرر، ماكو عليه ضرر، يعتذر إلي فقط، يعتذر إلي وأطلع من السجن، خلى يعترف ويعتذر وأطلع من السجن وأفك القيود عنه. الراوي يقول: أنا وقفت عند أنتظره، قلت له: ها ترى هارون يقول لك كذا وكذا. يقول: فالتفت إلي قال: يا أبا علي، يا أبا علي، إني أموت عن قريب، ما أتنازل، ما أعتذر إلى هارون، إني أموت عن قريب، أسبوع وألحق بربي، سأنا أصبر على هذا البلاء وعلى هذا الهم. الإمام صلب، الإمام قوي، الإمام يمثل قوة وصلابة، ومع ذلك شاكو موقف يجرح الخاطر. الرواية تقول: إمام واقف يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله متوجه إلى خالقه، وإذا بالجلاوز قد حضروا لاحترام لله عز وجل ولا لرسول الله قطعوا عليه صلاته. الرواية تقول: ورمى الإمام بطرفه إلى قبر رسول الله، قال: إليك أشكو يا رسول الله ما ألقى، وبكى إمامنا. يقول هنا: بكى إمامنا. بعد جابوه بين يدي هارون، الكلمة صعبة، يقول: فشتم هارون إمامنا. فلما جاء الليل ألقى القيود على جسد إمامنا وطلع إلى البصرة، جابوه عند سجن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور سنة كاملة لا يفتح له باب السجن إلا لطهور أو لإعلام أو لغذاء. أرسل إلى هارون قال له: اقتل موسى بن جعفر. قال له: بحثت في أمر ما وجدت داعيا إلى قتله، إما أن تأخذه وإلا فإني سأطلق سراحه. أرسل إليه من أخذه، جابوه إلى بغداد، جابوا إلى سجن الربيع، وطلعوا من بعد إلى سجن الفضل بن يحيى، وأصعبها يوم طلعوا إلى سجن السمدي بن شائك. من البصرة لسجن بغداد جابه حديد وقعد ودور ذهابه، سجن مظلم ذأب وغلق بابه، ونهس سجان يما الناس يصلوا، سجن ويسن دبن شاهك السجان عليه بكل وقت مغلق البيبان، ظل سنين للواد مفلعبان، أودع إمامنا في طامورة لا يعرف بآليل من نار، وألقى على جسد إمامنا 30 رطلا من الحديد، فلا يرى ضوءا ولا يشم هواء. أرباب المنبر يقولون هالرواية وجار على الخاضر. الإمام في ظلمات المطامير يضيق صدره، لا يشوف ضوء ولا يشم هواء، يجر سلاسل وقيود حتى يقترب إلى باب الطامورة، بلكت نسمة هوى الجيله. فإذا رآه السندش يسوي: ما أقراها إليك، أقراها شعر. وفي أي كف يلطم الرجس وجهه، وما هي إلا فرع لطمت
فاطمة وبقي إمامنا في الظلم المطعم. يا أهل الشعر وينكم شعراء؟ وينكم شعراء؟ الإمام ما حد زاره بالسجن. قال واحد أكو أقول له من زاره؟ قال أكو زاره. من؟ قال اسمع، أنا أمك وجيتك يا حبيبي بوسط السجن. من وادي ماسك ضلعي بيميني ودمعي يجري من الجفن. ولي ولي منادي لولا حرق الباب وضلوع اللي منني مهشمة، ولولا طيحت محسن وتعفير في بحر الدماء، كان ما خلوك يا ابني وسط طامورة وحشة ومظلمة. انا الطمون على خديه وانت يا ولاد الطمون، انا بالصوت ضربوني وانت يا ولاد ضربوك، بالحبل قيده وحادر بالسلاسل قيدوك. بقي إمامنا كذا ضاقت على الشيعة أمورهم، شافوا اليوم واحد أعطوه مبالغ من المال قالوا له دور على إمامنا وينه، صار يطلب الإمام وصل إلى سجن السند. قال له السجان أقدر أدخل على موسى بن جعفر؟ قال له شلون تدخل؟ قال له أعطيك الدراهم والدنانير. قال له تعال وقت الظهيرة. السندي نائم ذاك الوقت، جاء وقت الظهيرة فتح له الباب، أوين إمامي؟ قال له انزل. وين إمامك؟ انزل درجات. صار ينزل ينزل وصل إلى مكان مظلم. هذا إمامك؟ هذا موسى بن جعفر. ما الذي دل عليه؟ قال واحد لعل الحديد عض على جسد إمامنا فأن أنينا دلوا على. الثاني يقول لعل إشراقة النور دلت عليه. قال له مولاي متى الفرج؟ قال يوم الجمعة ضحى على جسر بغداد. طلع الموالي صار يطرق أبواب الشيعة، البشارة البشارة إمامنا يخرج يوم الجمعة. وأما السندي فنسى الإمامنا سما قتالا في رطاب، فقطع كبده حضره الأجال. إيش أقول يا موالي؟ والله متحير، والله متحير، ما أعرف أقول مد يده ورجله. ليش ليش يا موالي؟ أقرب الروايات ماكو رواية تقول مد يده ورجله. ليش ليش؟ رجلاه مقيدتان يداه مغلولتان، ما أعرف كيف حضره الأجل، لكن اللي أدري عريق جبينه. إلك تتصور انت بعد عريق جبينه سكن أنينه. يا الله وفاضت روحه. أيوة يا ماما، أيوة السيدة. خرجت الشيعة لابسة ثياب الفرح، الشيعية ملبسة ولادها ثياب الفرح. يمه يمه اليوم عيد ملبسة ثياب الفرح، ولدي عيدنا الأكبر إمامنا يخرج من السيد. وقفت الشيعة على جسر بغداد ينتظرون طلعة الإمام. إمامنا لا يخلف وعده، ارتفع النهار وإذا بهم يرون من بعيد حمالين أربعة.
على رأسهم لوح خشب عليه عباءة ملقاة، وكلما مشوا سمع الناس خشخشة الحديد. فلما توسطوا جسر بغداد رموا الجنازة على جسر بغداد، ونادى المنادي: ألا ألا ومن أراد أن يتفرج على إمام الرافضة؟ والله يا طارش يا طارش الأرض الغري روح، وانصى قبر حيدر علي ونوح، وقلي ودمع العين مسفوح، موسى بجسر بغداد مطروح. لحد يا كسام الفضيلة يا الماتم اسبر در الرذيلة، انهض بعزمك واعتنيلة، خلصة ومن الجسر شيلة. ما جاوبني علي قال: يا طارش روح المدينة وقف على قبر الحزينة. ونادي ودمعات قديدة قديدة: موسى موسى على الجسر ذابينا. ويلي ويلي يا ويلي يا خلق، شفتوا جنازة بالحديد مقيدة على حمامي الأربعة تبكي الحالة هالعيدة. حول سليمان صارخ من سمع ذاك اللدى، ونادى: اخبروني بالعجل ضاق برحب الفضاء. قال اللي على الجسر صادين كلهم ينظرون، عدهم جنازة حجاز ممددة ويتفرجون. نادى: جيبوها بعجل لي ترج زلزل الكون، هذا من بيت النبي وبيدهم حتم القضاء. وجهزوا شيخ العشيرة بالمعزة وغسلوه، وبرده بعشرين ألف جسم بن جعفر كفنوه. ونادى المحشم: يا شيعة إمامكم قوموا احضروا. طلعت الشيعة بضجة للسرير معرضة: اش عندك ملا عضية قاعد تقول اش عندك؟ قالوا: يا عظم مشية الشيعة من ورا نعش الإمام. شو تريد تقول؟ ويا عظم مشية الشيعة من ورا نعش الإمام، كاشفين الروس جملة من الشر سود الأعلام، والنسة تلطم صدرها والزلم تلطم الأم. على إمام بالسجن ميز ولا حد غمضى، عرفنا يا ملة. قالوا: عن غريب الغاضرية وين غابت شيعته؟ يا ليت حضره وقبول ما تدوس العوام.